وسيم. عندما تعثر العين الخميسة قيل أن التنافس أصبح صعبا على بطولة الدوري، وفي ليلة الجمعة عاش المتصدر وقتا عصيبا أمام مستضيفه الفجيرة، مواجهة بين مدربين وطنيين العنبري والمسفر الذي كان يوما من الأيام مدربا لمنافسه الليلة. هي المواجهة الثانية بين المدربين في تاريخهما، ولتكون الكفة للمعلم قبلها وهو يقود بني ياس. ملك شرجوي وأربعة انتصارات متتالية ومن دون مقدمات، نجم الفريق ويلتون يضيع فرصة التأكيد، وسيف راشد ليس بأفضل حال. هذه خطيرة، تمريرة في العمام إلى سيف، تسديدة من سيف، فرصة خطيرة. وبنيتو أوقف الأنفاس في هذه اللقطة التي فعل فيها كل شيء إلا التسجيل. بنيتو سدد بنيتو. لم يكن يوم ويلتون لا محالة، وهو يجد التميمي بالمرصاد، والتميمي كان سدا منيعا أمام الخطر الشرجوية. حسرة الجماهير التي بدأت باحتساب الوقت المتبقي للمباراة وفي مخيلتها إما التعثر الأول بعد أربعة انتصارات أو فوز جديد. هذه اللعبة هكذا كانت حالة المشجع الشرجوي، وبنيتو من جديد يضيع فرصة التقدم، والشرجة لا يستسلم على بعد جولات من التتويج باللقب. يسعد الشرجوي إيغور، لكن رجل بأتم معنى الكلمة، الحارس التميمي حضر بصداته في كل مرة، والعنبري لا يريد خسارة النقاط، وفرصة شرجوية وظهور جديد للتميمي، مهمة ناجحة للتميمي. انتهى وقت المباراة ولا نهايات مع الشارجة، ودقائق قاتلة قتلت فرحة أصحاب الأرض بهدف غير متوقع. الكل طالب باستعمال تقنية الفار لحسم الأمور، وصافرة الحكم كانت كافية لإنهاء المباراة بفوز خامس للملكة الشرجوية على التوالي، فتفوق تلميذه على المعلم. ثمان نقاط عن أقرب منافس. راديو صلاحة، صدى الملعب.